نجحت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق رقم قياسي في عدد القوافل الطبية التي نفذتها خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تقديمها لخدمة طبية بجودة عالية. وذكرت المؤسسة أنه تم تنفيذ 371 قافلة طبية لأول مرة خلال شهر أكتوبر الماضي في تخصصات مختلفة، حيث قدمت هذه القوافل الرعاية الصحية بالمجان للمواطنين الأولى بالرعاية في المحافظات. ونوهت مؤسسة راعي مصر بأن إجمالي عدد المستفيدين من هذه القوافل الطبية وصل إلى 90,000 مواطن ومواطنة في القرى الأكثر احتياجا وفي المناطق الحدودية والنائية.